مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو، برنامجكم استشارة قانونية برفقة الدكتور سعيد نووي والأستاذ جامعي بجامعة الحسن الأول محامي بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقض. مرحبا بك سيدي سعيد. شكرا لسكينة. أحوال طيبة على خير؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله. مازال مواصلين دردشنا بطبيعة الحال. موضوعنا اليوم موضوع اللي هو حيوي بطبيعة الحال، وفيه نقاش كتير ونقاش كبير. للأسف تعذر على ضيفنا اليوم أنه يكون معنا، لأنه كان غيعطينا مجموعة من المعلومات اللي كتخص هذا الموضوع، هذا سأل آخر لحظة وتعذر عليه على أنه يكون معنا، ولكن الدردشة حول الموضوع غادي نستمروا فيها بطبيعة الحال دكتور سعيد في إطارها القانوني. وربما كاين واحد الشق آخر اللي كثير من الناس اللي تكلموا عليه وأثار ضجيج كبير فيما يخص يعني المساواة في الإرث، فيما يخص ربما الصراعات اللي كتقدر توقع نتيجة الإرث، وكتوصل للاسف الجرائم، وكتوصل يعني للجرائم بشعه، وشفنا هادشي وعشناه، ماشي غير كنسمعوه. فشنو هو الاطار القانوني المنظم لهذا الجانب هذا؟ لانه غنرجع للمصطلح ونقول عاوتاني، حاشا لله ان يكون الله سبحانه وتعالى يعني اصدر هذا الحكم هذا وفيه ضرر لشي حد. بالفعل لا سكينه، هو لان الله عز وجل وضع منظومه متكامله بطبيعة الحال. ان يعني شريعه الله سبحانه وتعالى صالحه لكل زمان ومكان، وبالتالي انه القراءه يعني الكليه ان صح التعبير في مقاصد الاسلام، بطبيعة الحال انه الملم بهذه القواعد هو من يصل الى الحقيقه. بطبيعة الحال كاين الايه اللي ربما انها يعني تكون محط نقاش، محط جدال، وحتى محط حجج في غير الحجج التي ينبغي أن توضع فيها، وهي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الأيام طبيعة الحال أن الله عز وجل يعني كان دقيقا، ما تكلمت كلمة على الأولاد، يوصيكم الله في أولادكم، ما قالش يوصيكم الله في الوارثين والمواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن خصها فقط بالذكر والأنثى، على أساس هناك ثلاث معايير أساسية لمعرفة هل بالفعل أن الله عز وجل على مساواة متكاملة بين الرجل والمرأة في الإرث، لأن هذه حالات خاصة جدا، وهي أربع حالات فقط اللي كيتكلموا عليها، اللي غنتكلموا عليها هي اللي خص فيها يعني كيكون نصف للذكر مثل حظ الأنثيين. أما في مجمل يعني الآيات، في مجمل الأحكام، في مجمل يعني الفروض التي حددها الله عز وجل، كلها كيكون فيها أكثر من ذلك. قد يستغرب يعني بعض الأشخاص أن فيها 30 حالة التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، بل أكثر من ذلك أن هناك حالات ترث المرأة مع الرجل طبعا نفس المساواة، وهناك حالات التي ترث يعني يرث الرجل، يترث المرأة ولا يرث الرجل. إذن المعيار الأول هو القرابة طبيعة الحال، كلما كان يعني الوارث أقرب للمورود إلا وكان نصيبه أكثر، هذا المعيار يعني واضح من طبيعة الحال. ثم هناك المعيار الثاني هو يعني الجيل المستقبل، لأنك لقوا مثلا البنت ترث أكثر من الأم، الإبن يرث أكثر من الأب، ولو يكون الأب مصدر ثروة لإبنه إلى غير ذلك. فبالتالي أنه يعني هذا المعيار ديال القرابة، المعيار ديال الأجيال المقبلة هي التي ستستقبل الحياة، هذه دائما تسمى كتبغي تخرج ستستقبل الحياة، وبالتالي أنه يعني لها يعني ينتظرها مجموعة من الأعباء والتكاليف، وبالتالي أنها تعطى حدود أكثر من غيرها. كذلك أنه يعني الجيل المستدبر طبيعة الحال الذي الله عز وجل بعد عمر طويل أنه يعني سيموت أو سيغادر، فبالتالي أن هاد الحدود ديالهم كتكون أقل. إذن هاد المعيارين أساسيين، معيار ديال القرابة، والمعيار الثاني هو معيار الجيل يعني المقبل والجيل المدبر بين قوسين. المعيار الثالث وهو مهم جدا هو التكاليف يعني صح التعبير الشرعية والقانونية والمسؤولية الاجتماعية التي تلقى على الذكور أكثر من النساء، أكثر من الإناث. فبالتالي أنه يعني الله عز وجل من اللي قال للذكر مثل حظ الأنثيين، أنا ما كان أنا فقط يعني أنقل ما يقوله الشراح وما يقوله يعني مجموعة من الفقهاء في هذا الإطار هذا. فبالنسبة للذكر مثل الأنثى، بطبيعة الحال أن الأنثى يعني الرجل مكلف بالإنفاق عليها، كذلك الأخت ديالو تتزوج ويكون إنفاقها على زوجها. وكذلك أنا أحدث مضامين مدونة الأسرة أن يعني من هو الملزم
يعني الرجل هو الملزم بالإنفاق على أولاده وعلى زوجته، وحتى أنه يعني الزوجة تظل على نفقة، وإن كان الآن دابا ولا حد استثناء يعني في المدونة، أن ملي يعني تستطيع المرأة يعني أنها يعني تشتغل وتكفي نفسها طبعا حتى تسقط النفقة عن 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 الملزم بها اللي هو الأب، ولكن انها يعني اذا لم تشتغل بطبيعه الحال انها تظل مع ابيها، وان انتقلت تزوجت تنتقل هاد يعني النفقه الى زوجها. اذا هادو هما المقاييس والمعايير التي بها يمكن ان نحدد واش هناك مساواه او غير مساواه، بل هناك مساواه متكامله، لان الله عز وجل جعل في جميع احكام القران يعني المساواه بين الرجل والمراه في الاحكام في كل شيء، النساء شاقي الرجل في الاحكام الى غير ذلك، فمجموعه من التفاصيل اللي ممكن يعني يوقفوا على الفقهاء يعني وفي مضامينها نجد بالفعل انه يعني هناك مساواه متكامله في الارث بين الطرفين بين الرجل والمراه عموما. ثانيا بالنسبه يعني ادعاء الاراثه، لان بعض الاحيان انه يكون شخص مثلا انه يدعي الاراثه بدون ان يكون وارث، طبعا الحد يعاقب في اطار الفصل 523 من القانون الجنائي، وكذلك الوارث الذي يتصرف في مال المشترك بسوء نيه، لان بعض الاحيان انه يقوم شخص مثلا من كيتوفى مثلا شخص معين كيقوم باخذ مثلا بعض يعني المنقولات او البيع ديال بعض المنقولات او العقارات او كرائها للغير او اخفاء او غير ذلك. اذا هناك مجموعه من العناصر اللي قد يقوم بها الشخص سواء كان وارثا شرعيا بالفعل او انه ادعى الوراثه. طبيعه الحال اذا ثبت هذا الشخص طبيعه الحال انه قام بهذا الفعل، طبيعه الحال انه ممكن لمن له المصلحه ان يتقدم بشكايه الى السيد وكيل الملك ويتم متابعته واحالته على المحاكمه ومعاقبته بالفعل، لانه حتى ان يعني الجانب الجنحي كذلك حاضر، ولو انه يعني للاسف تقع يعني جرائم كما قلت كثيره جدا، ولكن هناك جانب جزري الذي قد يحد من هذه الجرائم. غادي نمشيو ناخذ معنا من مدينه مكناس لاله غزلان، مرحبا بك لاله. وي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يطول عمرك لاله، بارك الله فيك. استاذ ناوي بخير. الله يبارك فيك لاله، مرحبا. الله يجازيك الخير استاذ ناوي، بغيت نتشاور معك في واحد المساله عاد طرات هذه شي يومين تقريبا. نعم. عندي الاخ ديالي في الخارج. نعم. الله رجع. مهم الوالد ديالي عنده دار في غير ديال الاحباس. نعم. يعني صديق تيخلص الكرا. المهم خويا ولدي تكلف داك الكرا. الوغ ناض الوالد ديالي دار له التنازل. نعم. مع العلم انا مطلقه بجوج بنات. شويه خذي نفس كتجري. لا غير متوتره شويه. خذي غير نفس شويه عليك واحكي اللي عندك وحنا غنجاوبك ان شاء الله. مرحبا. الله يجازيك الخير. نعم هي دونك جا دار لي تنازل، اذا حول ذاك الكرا حوله في سميته هو شخصيا. واه سميته. نعم نعم. الوغ دابا انا معترضه، لان خويا تبارك الله يعني مسك عليه الله، عنده باني الدار تبارك الله ثلاثه الفوقيات، يعني صلات النبي عنده دخل يعني مزيان، مي انا جو ترافايبا، انا راجلي هو يعني اكس ماري ديالي هو اللي زعما تيعطينا الفلوس هادشي اللي كاين. ودابا بغيت انا شنو ندير، يعني مازال خويا انا تنحشم منه، ولكن من كونتي الفاجئ ديالنا دابا انا الله اعلم الامر بيد الله، الا ما تاك السيد يعني ما عنديش شي مدخل شي دخل اللي باش نعيش بناتي. واخا نسولك واحد السؤال. نعم. وانت غتجاوبي على راسك. نعم. واش الاب ديالك عنده الحق يدير هذا العمل ولا ما عندوش الحق؟ هو عنده الحق بصراحه، ما عرفتش انا حيت هذاك حقه بحال لا ويل ويدو لا حقه ايه، ولكن حقه هذاك مادام انه باقي في الحياه. أه. عنده الحق يدير اي تصرف توحد يحجر عليه، الا كان. أه. انه ناقص عقل او انه يعني سفيه او راه كاين يعني مصادر اللي يمكن التحجير على شخص معين الذي يقوم بتصرفات يعني غير يعني صادره عن الاراده ديالو، ولكن. أه. الاب ديالك ربما انه في كامل القوى العقليه في كامل الصحه ديالو البدنيه. أه. قام بهذا التصرف ما يمكنش يلومه عليه شي واحد، ممكن تلوميه اجتماعيا مثلا تهضري معاه تقول لي الا قدر الله عز وجل يعني ما عرفش شكون اللي سابق يعني هذه الله عز وجل هو الذي يحدد يعني اجل. نعم. كل انسان الأجل. ولكن. نعم. الا قدر الله توفيت الوالد قبل يعني قبل من شكون اللي غادي هاد الوليدات اللي عندي شكون اللي غادي يرعاهم، يعني انا ما كنشكش في الاخ ديالي، ولكن راه الدنيا ما يمكن تثق الا في والدي، خوتي يقدروا يوقع عليهم شي حاجه. لان سيرتو مرات خويا وخا متفق معاك متفق معاك، ولكن لا مبدا الرزق يعني الرزق بيد الله، وما يمكنش تبقى معوله غير على هذا الشيء ربما، يعني وكون كان هذا الباس ما عندوش كاع مثلا، لما غير لا ماشي انا دابا الحمد لله
لكن انا تنقول مثلا غير سيت اون بريفيزيون يعني في لافونيغ ماشي دابا. انا دابا استادير ما انا ما يمكنليش طالاج راه عندي 46 يعني ما طالاج ما يسمحليش واخا راني قاري سوي ليسونسي ولكن صافي فاتني القطار كما تيقول. لا ما فاتكش باقي الحال حيت فريلانس ممكن تخدمي مع اي شخص الا عندك مؤهلات معينه مثلا حنا غنتكلموا في هذا الجانب اخر. ايوا تبارك الله راه ممكن ديري غير واحد الدبلوم ديال 6 موا ولا 3 موا تصبري شويه وديري لا سكرتاريا ولا شي حاجه راه ممكن اي كابيني يقدر يقبل لك مثلا عند ميدسان عند افوكا. انا كنقلب على سكرتار بيلانك ما لقيتهاش بين قوسين فبالتالي انه ممكن يعني الانسان ماشي يقول وصل واحد السن معين راه ما بقاش. دكتور سعيد قلتي على المباشر دابا اليوم تبارك الله وصل عندي واجهت عفوية بين قوسين. فقلت بأنه الإنسان ما عمره يقول راه السن عامل ديال 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 وقوف الحياة. بالعكس أنت مازال في سن لمقبل الحياة وعندك مسؤولية كبيرة جدا. ما يمكن تقول راني صافي حتى الوليدات يوليو تبارك الله ما شاء الله عليهم يوليو في مراكز ديالهم مستقرين إلى غير ذلك. عاش ممكن تحطي سلعة. ما احنا دابا الآن راه الوليد هو أنا يعني السن كبير جدا وعندي وليداتي ومع الوليد ديما يجي يسول فيا وشنو درتي ولدي ويتالم الالمي ويفرح لفرحي و فكيبقى ديما داك الهم يعني واخا الانسان كيوصل لسن معين. انا كنقول هذا في جانب جانب اجتماعي معين ولكن هو نقول لك استاذ واحد النقطه يعني الوالد ديالي شويه مبلي الله يعفو عليه بصراحه شويه مبلي بداك الترسي دونك مخافه حيت خويا اش قال لك غادي ندير له التنازل يدير لي التنازل بلوتو على اساس باش نحفظ نخليو داك الدار ما تتباعش ربما شي يبيع شي نهار ولا ولكن هو راه يبيع هو راه يبيع هو راه ما غيبيعش يعني الدار غير السر. خويا انا خويا انا نقول لك انا خويا نعم. زوين ما نمشي نقول لك خايب العيالات راه فهمت يقدر يعني الانسان يقدر يعني كيكون في وضع معين يقدر يتغير لان الاسباب معينه الى غير ذلك. فاللي كيبقى لك هو الجانب الاجتماعي لان الجانب القانوني الاب ديالك من حقه يدير التنازل ماشي حتى الاب ديالو حتى للغير. نعم تفضلي. واش مثلا الوالد مثلا الا قنعناه حيت انا وواحد خويا اللي زعما اللي لا اله الا الله الا قنعته يتراجع ممكن يتراجع زعما داك التنازل ممكن سميتو عاود يدير بناء يدير زعما لا لا هو التنازل راه دار يعني الاخ ديالك غادي يمشي يسجل غادي يمشي يعطي التنازل الاداره المشرفه على هذوك الاملاك ديال الاحباس وغادي يقدر يغيروا ليه هذاك الوصل سميتو هو غيولي هو صاحب هذاك الحق في الكراء غيولي هو اللي يعني عنده الصفه القانونيه مع هذوك الناس هو اللي كيأدي الواجب الكرائي هو اللي عنده الحق يسكن في هذيك الدار الى غير ذلك. لكن ممكن يعني حبي انا عيط على ولدي يقول لي الله يخليك هذاك التنازل ما بغيتش نرجعوا ليا بغيت نسخو معاك ما بغيتش نعاون نتراجع على التنازل وما يمكنش ما يديرش الاجراءات كلها عند الاداره باش ما يوليش راه هو اللي اصبح يعني مكري لهذيك مكتري لهذيك الدار. نعم بصراحة واحد السؤال أنا عجبني بزاف لأنه ربما ماشي بالقيمة ديال الأشياء وإنما بهذا المعنى هو اللي خصو يكون في علاقتنا الإنسانية في صرح هذا الشيء هو اللي كيفرح القلب ملي كنسمعوا بحال هكا. هذا يوسف كنوجه ليه تحية كنقول له الله يخليكم بعضياتكم كيقول واش ممكن نخلي الورث ديالي للأخت ديالي؟ لا هو ماشي هو غيتنازل يعني على حقه الاخت ديالو معنى انه وهذا ماشي يعني سي يوسف هما يوسفات يعني الحمد لله. لو كنت كتفرح ملي كتشوف هذا ماشي بمعنى بانه يخلي اختو الفلوس ولكن كتهم اختو اكثر ما كيهموه دوك الفلوس اللي داروا والديه ربما بالفعل أو لان بالفعل لانه كل يعني راه يعني كلمه طيبه راه كتحدث تحدث في القلب ما لا يعني كيتصوره الانسان كلمه طيبه فقط فما بالك ان انسان يعطي هدية معينة أو يعطي صدقة أو مجموعة من الأشياء فيعبر عن 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 حبه لك الشخص وكذلك تقربه لك الشخص وكذلك يعني تقوية العلاقة واستمرارها لأن يعني كل ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل فبالتالي كل ما يقربك لله عز وجل لأن دار هذا الشيء ما داروش الخديجة ولا داروا النعيمة ولا داروا الأسماء ولا داروا كل شيء زوينين الأسماء اللي كثير غزالين فبالتالي أنه دار هذا الشيء لله عز وجل فبالتالي أن هذا غادي يعني يقلب هذا القلب الحب ديال الأخت دياله وكذلك حبها يقلب يعني لحب أخيها هذه مسألة. ثانيا أنه حتى التنازل عن الارث غير مشروط على انه يعني ملي كيورثوا مثلا دار معينه يمشي يتنازل مباشره لها مباشره ويتم يعني تسجيله وتحفيظه الى غير ذلك واللي حقها خالصا يعني ما توحم كيدخل فيه. لكن يعني ما تكونش يعني راه دار هذا العمل لحرمان اخر
يعني خص حتى النيه تكون صادقه. راه دار مساعده الاخت ولكن ماشي حرمه الاخر. لكن بعض الاحيان داكشي اللي قلت لله يعني حاولت نذكر لله دار هادشي لله ماشي اضرارا بالاخر، لان كان دير بالاخر غادي يكون يعني هذا الله تعالى اللي يحاسبه ماشي العبد، ولكن على الاقل انما العمل بالنيات. العمل بالنيات، فلا كانت نيته خالصه نسال الله تعالى ان يبارك له في نفسه وفي ابنائه وازواجه واذا كانوا بزاف. نمشيو ناخذ كلمة مولية ولا الزوجات. معنا معنا السي عبد الله عفوا من ورزازات. مرحبا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اختي بغيت نهضر مع الدكتور على. تفضل اسيدي. مرحبا. مرحبا سيدي. مرحبا. راه كنت هضرت عليها بعدايا واحد النهار. قول قول عاود لينا ماشي مشكل ونعاودو نجاوبوك ما كاين مشكل. الله يرحم الوالدين. تفضل اسيدي تفضل. كانت عندي واحد اكسيدون طرافاي هنا في ورزازات في واحد الشركة في الطاقة الشمسية اللي كاينة في ورزازات. اييه. المهم درنا داك بريزون شارج وداك الشيء ودفعنا داك الشيء حيت انا ما عمرني وقع لي داك الشيء ما فهمت فيه والو. باقي ما تنفذش كنتي تسولتينا وقيلا باقي ما تنفذش لك الحكم ياك. اي ما تنفذش. وقلت لك راه عاوتاني دعوه من جديد. قال لي الاولى فيها عدم قبول الدعوه الصلح. اي قال لي المحامي ديك الساعه خرج واحد القانون 22/1/2015 ضروري دير الصلح مع شركة تأمين. وجاوبتي سولتينا غير البارح هذا السؤال هذا. لا ماشي البارح، يومين تقريبا. اذا انت خصك دير يعني دعوة ديال الصلح مع الشركة ديال ولا الان الزامي هذه المسطرة ولا ملزم لي يعني الضحية انه يدير الصلح مع شركة تأمين. الى شركة تأمين انه ما اتفقتوش بيناتكم يعني ما تصالحتوش المبلغ اللي عطاوك ما عجبكش ولا قليل ولا هذا ولا هذا، عاش من بعد ملي كتسالي الاجل عاش كتمشي للمحكمة باش ترفع الدعوة للمحكمة، وديك الساعة المحكمة كتعين خبير ويحددوا لك العز ديالك والتعويض وعاش كتخرج الحكم وتنفذوا الى غير ذلك. فضروري الى ما درتيش المسطره من طبيعه الحال المحكمه ما يمكنش يعني تشوف في الدعوه كتقول لك عدم قبول الطلب شكلا، يعني باقي ما درتيش المسطره الاولى اللي خصك دير مع التصالح مع شركه تامين عاش تجي للمحكمه. وهذا كان من الاهداف اللي توخى القانون هو يعني تخفيض العدد ديال الملفات او انقاص الملفات على المحكمه، لانه الملفات ولات كثيره جدا الحمد لله الان، ولا تدارك ديال كل القضاة جزاهم الله خيرا، لانه ولاو انهم كيخدموا صباح مساء صراحه يعني في الجهد ديالهم، لانه كيدخلوا ملفات كثيره جدا في اسبوع خصو يحكموا. وان كان كيتكلموا على 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 الان على الكم الهائل ديال الاحكام، ولكن حتى يعني جوده الاحكام، لان ما يمكنش ان يعني يكون فقط حكم يصدر وياخذ عدد معين او رقم معين، ولكن ينبغي يكون هذا الحكم انه صادر بتروي يعني وبدقه الى غير ذلك بطبيعه الحال. فالحمد لله الان يعني ولينا ما كنشوفوش ملفات يعني قديمه بزاف، يعني الان راه كتدخل في جلسه كتلقى 2016 2000 وخاصه مثلا في محكمه تجاريه نادرا جيت كتلقى 2015 ولا 2014 قليل الملفات اللي في هاد السنوات، ولكن الان كتدخل كتلقى 2016 2017 كيتم يعني التصفيه ديالهم بواحد الشكل يعني سريع جدا. فالحمد لله فالامور يعني في المساطير ولات يعني سريعه جدا. نتكلم دائما نموذج الدار البيضاء، ولكن اعتقد حتى المحاكم الاخرى يعني تسير نفس المنوال. نعم. سؤال اخر او مكالمه اخرى غناخذوها هذه المره من فاس. لاله حفيظه. مرحبا لاله. لاله حفيظه مرحبا بك. تفضلي لاله حفيظه. لاله حفيظه اهلا. اذا ناخذ معنا مكالمه اخرى. معنا هذه المره سي عماد من الرباط. مرحبا بك سي عماد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا سيدي. كنشكركم اولا على البرنامج، كنشكر الاستاذ سعيد. الله يطول لي عمرك سيدي بارك الله فيك. مرحبا. عندي واحد استشاره قانونيه كتدخل في داخل الموضوع ديال اليوم اللي هو الارث. مرحبا تفضل استاذي. انا احد الورثه. نعم. الوالد الله يرحمه توفى في سنه 2002. انا هو الصغير في الاخوه. نعم. في ذاك العمر كنت انا ما وصلت سن رشد، كنت كنقري الله في الرابع ابتدائي. اييه. هو الاخ الكبير اللي كان كيشتغل في نفس الممتلكات ديال الوالد الله يرحمه. ما كانش عنده شي عمل اخر او لا شي املاك اخرى، المهم في الحياه ديال الوالد كان كيخدم في داك الشيء ديال الوالد ميت. اييه. وكان كل شيء بسميت الوالد. كل شيء بسميت الوالد. تماما. نعم تفضل. اييه. من بعد الممات ديال الوالد بقاو الخوت اللي كبار بحسن النيه وكانوا شي وحدين في ديار المجر، و
وبقى كيتصرف في الممتلكات يعني، وما كانش شي تدخل، وحنا بزاف الاخوه كنا مازال صغار. نعم. والوالده ديالنا من الباديه ما قارياش يعني، ما كتعرفش بزاف الامور. نعم. منين استاذ كبرنا الحمد لله قرينا وهذه كنلقاو تلاعبات كثيرة قام بها الاخ. قام تلاعبات في المداخيل في الاستغلال ماشي في العقارات. دابا حنا ما وصلناش للاستغلال، دابا تفضل الامور اللي هي مثلا واش حول مثلا شي عقار في سميتو، حول شي ارض في سميتو، شنو قول تفضل. اييه النوع ديال التلاعب اللي واخا تفضل. حنا بقينا سولنا في الاستغلال مع العلم انه ما كانش استفاده في الاستغلال، كان الوحيد اللي كيتصرف كل شيء بدون ما ياخذ حتى شي واحد ولو درهم. اييه وكانوا محلات تجاريه اللي في مواقع مزيانه. اييه من علينا شو استاذ منين وصلنا لان كل واحد خصو ياخذ الحق ديالو، واحد العقار راهنو كامل. اييه راهنو بلا الموافقه ديالكم، بلا الموافقه ديالكم راهنو هو ياك. لا بلا موافقه، ولكن منين دخلت استاذ في حوارات مع الاخوه الاخرين قال لك كانوا شي مره داروا ليه واحد الورقه فاش يقاد العقد ديال الاراثه. اييه ولكن قال لك غير مجرد وكاله باش يتكلف بالوراق. اييه هذيك الوكاله في وكاله كليه فيها فقط انه يقوم تهيئ كل الوثائق المتعلقه بالارث مثلا. واخا تمام. أيه. هذه هي اللي داروا. كمل. اييه مشاو الاخوه عند العدول قال لهم راه تمام هذا الشيء اللي كاين، غير هذيك غير باش يتكلف بالوراق. واخا واش استغلها ولا كيفاش؟ المهم هو راهن واحد العقار كامل. دخلنا في محاوله صح، حنا ولينا باغيين غير نعتقوا ما يمكن داك الشيء اللي جمعنا يعني كما كتعرف استاذ الناس الكبار والعائله وهذه ودائما الوعود الكاذبه. نعم. يعني دابا وصلنا لواحد مع العلم استاذ هو دار واحد العقار ديالو وما يعني كان عنده كيفاش دابا يدير حوله، لانه يحول راه العقار ديالو الشخصي ويفك ديال الوالده، ولكن والو ما كاين حتى شي عمل اللي هو كيبان لك حسني باش نفكوا هادشي. اذا المرحله الا فهمت ان المرحله ديال التصالح وديال المحبه وديال يعني الود وهذا ما لم تصفي على شيء. الصلح راه لا تعد ولا تحصى بالتدخل ديالنا في الكبار، بالتدخل ديال صحابه وما كاين والو كاين غير الوعود كما قلت ياك. اذا شنو ما كتفكروا انتم الحل الاخر غيكون حل يعني ما نكذبش عليك بحكم انني هو المتضرر يعني هما الكبير الاخوه الاخرين كل شيء خاص صغير انت الصغير والمتضرر الكبير. تماما. ودابا بحكم ان الاخوه الاخرين الحمد لله كل شيء راه مسك عليه الله وكل شيء كيقول وقت ما تفكت ذاك الشيء رانا رزقي تما، ولكن انا بحكم انني متضرر بزاف يعني بغيت نشوف شنو هو الاجراءات القانونيه. انا نعطيك واحد الحل اللي بسيط جدا، وقد انه يعني بحال انه غيديك لونشي داكشي يعني غادي فيق هذاكشي اللي كاين. انا غنشوف اولا غادي تشوف بعدا الاجراءات خصها تكمل، معنى الاجراءات خصها تكمل انكم خصكم تدخلوا انتم كلكم يعني في هاد الاملاك، يعني مثلا كان عقار في المحافظه خصكم تدخلوا الاراثه ديالكم، كان مثلا في اصل تجاري خصكم تدخلوا الاسم ديالكم، كان في ارض خصكم تدخلوا ديالكم، في اي شيء اللي كان كيملك الوالد رحمه خصكم تدخلوا، تكونوا على الاقل عندكم الصفه. المرحله الثانيه اختار العقار اللي ممكن انه يمكن البيع ديالو عن طريق المزاد العلني ورفع دعوه، بدا في الاطار المدني، وان كان عندك الحق انك تدير شكايه من اجل التصرف في مال المشترك بسوء نيه طبقا للمقتضى ديال الفصل 523 من القانون الجنائي، وممكن انه يتابع من طبيعه الحال لانه ما كانش عنده الحق انه يرهن هذاك العقار بدون موافقه جميع الورثه، لان هذا سوء نيه ربما يقدر يكون زور كاع، وان كان قدر ديك الوكاله يعني لن تتصفح، يعني ما تصفح زعماك انه غادي يقدر يجيبوها، راه وكاله على الاخوه على بالهم الاخوه، ولكن ما غايشوفوش المضمون ديال الوكاله ويقدر تدوز بلا ما ينتبهوا ويقدر يدار ذاك الرهن، ولكن عندكم الحق ديروا شكايه. انا ما نبغيكش تدير في البدايه هاد المساطر الجنحيه، ولكن بدا بعقار بعد على الاقل حتى تكون عندك السيوله تاخذ حقك، بعدا تكون عندك شويه فلوس باش انك حتى تدافع على الحقوق الاخرى اللي كاينه. بيع هذا العقار عن طريق المزاد العلني، يعني غتدخل في اطار القسمه غتشوف محامي طبيعي الحال غادي يساعدك في هذا الاطار، يتباع العقار تاخذ واحد المبلغ معين تحطه ك ك ك ك ك كراس مال ان صح التعبير، ومن بعد غدوز في المفاوضات الاخرى الا ما بغاش، وغادي بشويه بشويه. انا ما بغاش يتفاهم معاك او تفاهموا كاملين
في عقارات اخرى ممكن تدخل معاه، مع العلم انه حتى ممكن انه يعني كما تقولوا يعني تنبهوا راه هذا الشيء اللي درتيه اخويا راه ممكن ان يعني يكون فيه ضرر لك، لان راه ممكن يعني الوكيل ماني كيتابعك، لان حنا خلالك الوالد بعدا وأمن امام الله عز وجل انت المسؤول على هذا المال هذا، لان الله عز وجل يعني قدر تكون انت هو الاكبر في الخوخ ديالنا وتوفى الاب ديالنا فانت كنت وصي علينا. الان الحمد لله كلنا كبرنا وهذا ولينا كلنا يعني عندنا الحق اننا يعني نباشروا الحقوق ديالنا، فالان اجي نقسموا هذاك المبالغ اللي كاينه. الله يسامح لا بغيتو تسامحوا لي في استغلال هذه المده كلها، مع العلم انا قلتي دار اشياء من بعد يعني دار غدار من بعد هذاك الاموال ديال الوالد الى غيرك فاستفد، فالا ممكن انكم باش يبقى الامور انها يعني مجموعه ما يتحاولش تشتو، انه ممكن على الاقل انك تقول سامحوا لي في هذاك الشيء، ولكن غير داك الشيء كما قلتي انقاذ ما ينبغي انقاذه او ما يمكن انقاذه كما عبرتي عليه، فبالتالي اني ممكن تمشي في هذا الاطار بخطوه، واعتقد ان شاء الله تعالى توصل الحل باذن الله ان شاء الله. ناخذ معنا سؤال دكتور سعيد قميم شو فاصل. سؤال كيقول بغيت نسولك عفاك على الخال ديالي توفات جدتي وهو ما بغاش يفرق الورث، كيقول الشرع شنو كيقول الشرع، كيقول ان لا كيقول انه هو السبب في داك الشيء اللي عندها من املاك وعنده واحد النصيب ديال الفلوس يتنزلوا ليه على كل شيء وبزاف ديال الملكات، شنو كيقول القانون في هاد الشيء؟ دابا هذا هو المشكل القبيله في المقدمه تكلمنا عليه، ان الناس كيقراو النصوص من خلال الواقع ما كيقراوهاش من خلال يعني اسباب النزول، يعني الانسان اللي غادي يبغي يفهم القران على الاقل كيمشي لاسباب النزول ديال الايات كثيره جدا اللي نزل الله سبحانه وتعالى على محمد عليه الصلاه والسلام، فبالتالي انه الانسان اللي فاقد هاد الاليات ما يمكنش يفهم، لانه ملي كنشوفوا مثلا هاد الظلم ديال رجل معين في حقي مثلا باقي الاخوات كيعتبر بانه هو الذكر وبالتالي خصو يحوز جميع ما تركه الاخر، يعني سواء كان رجل او امراه، فهذا هو الظلم اللي واقع وتيتم القياس عليه في دراسات معينه وقالوا بانه فعلا ها الرجل هو اللي تياخذ كل شيء وكيخلي يعني النساء او الاناث انهم ما كيستافدوش من حقهم، هذا الله تعالى شرعه فرائض الله تعالى ولي تكلف شخصيه الله عز وجل، كنقول شخصيا مع الله ولكن نقول الله عز وجل، يعني الله تعالى هو اللي قسم الفرائض بين جميع بين خلقه، فبالتالي انه الى ما بغاش ممكن انه يعني حبيا كما تكلمنا يعني قبل في السؤال السابق ممكن انه يمشيو للمحكمه، لانه هذا حق ممكن يديروا جميع الوثائق من اجل اثبات الحقوق من طبيعه الحال، اولها هي الاراثه واحسان متروك، وبالتالي انه ممكن يمشيو يعني اذا كان مثلا عقار محفظ او غير ذلك ممكن يتم ادخال المحافظه العقاريه هذه الاراثه، ومن بعد يدوزوا للمرحله الثانيه وهي يعني المطالبه بالقسمه ديال هذا الارث عن طريق القضاء. نعم نمشيو ناخذ معنا السي حفيظ من عين حروده. مرحبا بك سيدي. اهلا السي حفيظ تفضل. السي حفيظ دا ربما كاين مشكل في الاتصال نعاودو نرجعو عندك سيدي. ناخذ معنا السي علي من دار البيضاء. مرحبا سيدي. اهلا السي علي. السي سعيد. نعم سيدي. سيدي معك السي الحاج علي من كازا. سيدي كنشكرك بزاف على هاد المعلومات اللي كتعطينا وهاد الارشادات النيرة. عندي واحد استشارة الله يحميك الوالدين. مرحبا سيدي تفضل. هذا خويا عندي كاري عند واحد السيد دابا محل تجاري. اييه. وهي دابا ثلاث سنين داز. وطلب مني الزيادة، واش من حقه نعطيها له واخا ما مذكوراش في العقد؟ لا من حقه دابا القانون اللي كينص عليها بعد ثلاث سنوات عنده الحق يطلب لك 10%. من الكرا من السومه الكرائيه للاخرى 10% من السومه الكرائيه للاخرى ديال اليوم زعماك. واخا الله يحميك يا ولدي. مرحبا سيدي. واخا ما مقيداش واخا ما مقيداش في العقد دابا القانون اللي كينص عليها. شكرا اخويا. مرحبا سيدي. الله يبارك فيك سيدي. مرحبا سيدي. العفو سيدي. مرحبا. نمشيو هذه المره لمراكش ناخذوا معنا السي محمد. مرحبا بك سيدي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بغيت نسول الاستاذ. تفضل اسيدي. تفضل اسي عبد المجيد. السلام عليكم. استاذ كريت لواحد الشركه تجاريه عقد تجاري. اييه. مده ثلاث سنوات ودابا تسالى العقد والسيد ناض قال لك بغا يبيع الشركه. بلاتي اسمح لي شنو درتي معاه في البيت درتي معاه انت وياه شركه؟ نعم كرا ليه كرا تجاري كمان. لا واش درتي معاه شركه؟ هو اسس الشركه عنده. اسس الشركه؟ نعم سيدي. وانت شنو؟ حنا المحل اللي كريت ليه. انت كريتي المحل يزيد. نعم. اها.
ظرف 3 سنوات ما عمرو اشتغل، يعني الحل مسدود ما عمرو اشتغل. احنا فاش ما بغيناش نستمروا. عندكم عندكم الحق تسترجعوا الان، لانه من بعد سنه الا ما كانش اشتغال في المحل عندكم الحق تستغلوه دابا في اطار القانون الجديد. نعم داكشي اللي علاش بغيت نسولك استاذ، كاين واحد المسطره سميتها انضطار الاصل التجاري. اييه ولكن ما غاديرش انت هادشي بوحدك، خصك تشوف محامي اللي غيدير لك الاجراء. اييه بغيت نسولك الاجراءات كيفاش تطر، واش يمكن الامكانيه نسترجع هادشي بلا كاين امكانيه تسترجع بلا تعويض بالفعل، ولكن خص المحامي يساعدك لان المسطره جديده ودقيقه، بالتالي خصك تشوف محامي اللي غيدير لك استرجاع. شي معلومات استاذ على المسطره كيفاش كدوز؟ وغادي نقول لك دابا كلها المسطره وانت غنمشي عند المحامي، علاش غنقولها لك كلها؟ واخا شكرا. مرحبا سيدي. مرحبا. مشيو ناخذوا معنا سي حفيد من عين حروده، تفضل اسيدي. من عين حروده، تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. لا شكرا لاباس عليك. الله يطول لي عمرك اسيدي، بارك الله فيك، شكرا. مرحبا. بارك الله فيك سيدي، لك ممكن الله يخليك في الراديو وبقى معنا في التليفون حسن سالي وعاود على الراديو. انا طفيت. مرحبا. تفضل سيدي، اهلا وسهلا. واحد السؤال لك لاله سكينه، انت كتعاود هذه الحلقه بالليل الله يجزيك بخير. هذا سؤال واعر ما تقدرش تجاوب عليه. للاسف البرنامج ما كيتعاودش، ولكن هذا موجود، كاين موجود، كاين مصفحه، كاين بطبيعه الحال يمكن لهم انهم ترجعوا تشوفوا او تسمعوا عفوا الحلقه، تشوفوا ايضا اللايف ديال الدكتور سعيد في الصفحه الرسميه للبرنامج وتقدروا تلقاو الحلقات عبر اليوتيوب، ولكن مازال رسميا يعني ما كنشغلوش على الحلقات. ومرحبا سي حفيظ، هذا طلب نوجهوه للاداره. مرحبا. تفضل. ونعاود نسمعوا روسنا ونسمعوا فهمتي. مرحبا سيدي. ونسمعوا الاجوبه ديال السعيد الدكتور سعيد الله يجزيه الله بارك الله فيك. الله يرحم والدين. امين اخويا. الله يعطيك صحتك اخويا، الله يرحمك الوالدين. اللهم امين. عندي جوج اسئله. تفضل دكتور. تفضل واخا. باختصار الله يجزيك بخير باش ما نكثرش. مرحبا. السؤال الاول، عندي شركه انا في عين حروده. اييه. عين حروده فيها هذاك النزاع الملكيه. بدات من 2006. المهم بقينا معاهم وصلنا معاهم حتى النقد مع الاملاك المخزنيه. المهم قبلنا بهذاك الشيء اللي عطاونا واحد سنان رمزي. نعم. ابري في هذيك الوقيته كان عندنا واحد كونترول فيسكال. بدا عندنا في 2009 يعني 4 سنين حتى 2012. هاد كونترول فيسكال هاد الناس ديال الضريبه وصلنا معاهم حتى لكوميسيون ناسيونال دو غوكور فيسكال. عندنا ديك العام ديالنا دوزنا الجلسات، دابا كنتسنى يعني الحكم ديالهم، القرار ديالهم الحكم. في هذيك الوقيته جاو الاملاك المخزنيه تفاهمنا معهم، ريبنا كل شيء، ريبنا الصور، ريبنا داك الشيء، ولات الارض مقاده. وكنتسناو التنفيذ، بنا التنفيذ. المهم دابا الدوسي اللي دفعنا للركور فيسكال لو 12/4/2016 يعني البارح. نعم البارح كانوا جاوبنا لان عندهم اناني سنه. نعم حتى الان ما جاوبوناش. حنا فهاديك ملي رابو الدنيا تما الاملاك المخزنيه وخداو واحد البيزي، جينا حنا كنقلبوا باش نديروا واحد ترانسفير دو سيير سوسيال. هذاك حنا كنقلبوا الان كل واحد شنو كيقول، يعني كنقلبوا الان لوكال على اساس انه تنشوفوا حتى يخلصونا. وهذا خاف دابا هذوك الناس ديال المحكمه ديال هذه لوكو فيسكال يجيو ويلقاو هذاك يقولوا بانك انت راك ما كاينش. يلقاونا تما ما كاينينش. الوغ انا الفاكتور، انا الفاكتور كيجيب لي لان الدار اللي كرينا اللي حطينا فيها داك الشيء قريبه. لا ماشي يعني مش الفاكتور عارفنا كيجيب لينا كاع داك الرسائل كامله من تقريبا. ايوا او سي جامي يقدروا يديروا مثلا يعني بطريقه اخرى، يبلغوك بطريقه اخرى من غير يعني عن طريق البريد، يقدر يجي مثلا يعني هو ويحطها مثلا باش يبلغك هذاك لاجون ولا شي حاجه. انا رايي الشخصي هو انك يعني اذا كان ممكن انك تدير لهم مراسله على اساس بان المقر الرئيسي ديال الشركه تحول من ذاك العنوان القديم لهذا العنوان الجديد اللي غتكري يعني او اللي كريتي،
باش يكون على الاقل كل المراسلات اللي غادي ممكن تتم بينك وبينهم كتتم في هذا العنوان هذا الجديد ماشي العنوان القديم نظرا للظروف اللي قلتي بانه كاين نزع ملكيه وانك يعني باتفاق مع اداره الاملاك المخزنيه بالهدم ديال جميع يعني الجدران اللي كانت قائمه في هذيك الارض وبالتالي انك انت باش تبن حسنيه هالعنوان ديالي الجديد اللي ممكن فيه تبليغ اي يعني رساله او مراسله او قرار او غير ذلك في هذا العنوان الجديد باش تكون انت على الاقل حميتي نفسك قانونيا. نعم. شنو دكتور الله يجزيك بخير. نعم. ملي دوزنا ديك الجلسه الاخرانيه معاه في لوكو فيسكال الرباط عطيتهم التليفون ديالي. لا التليفون ماشي وسيله انا كنقولها التليفون ماشي وسيله ديال 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 التبليغ وان كان انها تعتمد كثيرا 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 في, في يعني في يعني في اطار البحوث ديال الضبط القضائيه يتم يعني استدعاء الاشخاص بواسط الهاتف ربما ان لتقصير المسافات ولكن ضروري خص التبليغ ضروري اخبار الشخص بوسائل قانونيه المعتمده التليفون ماشي من وسائل ديال التبليغ او الاخبار يكون اخبار كنتكلم الاخبار في صفه التبليغ ماشي اخبار نعيط لك واش راه عندك واحد المستار جي نستمع لك لا ضروري من التبليغ ديال شخص معين باستدعاء باش انه يحضر في اليوم والساعه المحددين في المكان المحدد ماشي بالتليفون ما غنعرفش فين نمشي واخا تعيط لي بالتليفون نقدر ما نبقاش عاقل فين غنمشي انني راه عندك واحد المسطره مثلا في الدائره ونقدر ننسى انه ما نعرفش فين وغادي تحسب علي بانني راه عيطت لك وما جيتيش وبالتالي كدار ما حاضر وكيتم يعني ما عرفت انجاز مذكرات بحوث الى غير ذلك بعض الاحيان انه ما كيتمش التبليغ لاطراف معينه واكثر من ذلك كتولي مساطر جاهزه وكيتم اعتقال عباد الله في يعني في طرقات معينه غير في برجات ولا غير ذلك لانه يعني مجموعه من المساطر هذا الشيء اللي وقع للاسف ما خصوش يتكرر ولكن انا رايي الشخصي انك ما قلت في البدايه انه يتم تبليغهم يعني بمراسله وتاخذ تاشيره بانه راه يعني هالمكان اللي ممكن يتم التبليغ فيه بهذا كتكون تاشيره ديال الوصول او يعني لاكيز ريسبسيون يعني التوصل بانه تاشيره التوصل بان راه يعني يعني العنوان اللي ممكن فيه تبليغ تبليغي يعني كتكلم على الشركة ديالك بصفتك ممثل قانوني بجميع المراسلات اللي ممكن تم بينكم بينه انا اعتقد حتى هاد يعني المرحلة اللي سيت ممكن يمشي للمحكمة الادارية للطعن في هذاك يعني مادام انه لم يتم الاجابة في التاريخ او في الاجل المحدد طعن في يعني في الوعاء اللي تم على اساسه تحديد يعني الضريبة المستحقة عن هاد المدة كلها ديال الكونتخول فيسكال او يعني يعني المراجعة الضريبية اللي تمات على اساس بانه المحكمة ما تنظر في الملف ديك الساعه غيتم يعني الاخبار ديالك واخبار ديالهم بطريقه قانونيه ويكون كل واحد كيحافظ على الحقوق ديالو. نعم. ناخذ معنا مكالمه اخرى من مدينه مراكش سعيد المجيد. مرحبا سيدي. اهلا وسهلا تفضل سيدي. السلام عليكم. الله عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يخليك على الاستشاره انت سعيد. تفضل سيدي كنسمعوك. تفضل مرحبا. الله يخليك. عندي شريت واحد المحل عند واحد الشيخ صديق ديالي. اييه واحد السكن. انا ما كنتش باش نشري من عنده ولكن هو مسك عليه الله ولقى على شي فيلا ياك وبدا في يراودني حتى اقتنعت. والثمن اللي درا ما اقتنعش انا بالثمن ولكن من بعد عيط ليا سافر هو عيط ليا قال لك راه الله يخليك راه دخل ليا واحد الشيك الا ما خلصوا ليا حكم الصدقه وسميتو. شفت خلصت واحد الشيك فيه 25 مليون. 25 مليون؟ اه تبعت عليه في الحساب ديالو. وملي جا وليت خديت ما عنده شيك وقع عندي. المهم العيد قال لي قال لك اودي ارسل راه غادي نديرو الثمن غادي نقص لك غادي نديرو الثمن مزيان. ملي جا طفينا على الثمن داكشي ولا قال لك راه بغيت طيح لي واحد الشيك على قبل هذيك الفيلا اللي شراه هو تدفع له شي بلغ. وليت بالضبط على واحد 20 مليون خلصت عليه بقى بيناتنا شي حاجه. المهم اللي بقى سميتو قال لي خلص لي الشيك الثالث. غير ضبطت انا على المبلغ الثالث ذاك الشيء قلت له يلاه تكاتب معايا ديركم ندير سميتو نتكاتبوا. اييه اللي مشينا بينا نتكاتبوا لقينا الدار باقي مرهونه باقي ساعه 30 مليون كتسالي. شحال باقي فيها؟ واحد 30 مليون. 30 مليون. ودابا انا راني عاطيني الدار واعطاني وصلحتها. ما فقت معاه جا قدام الشبطه وقدام الباص وداك الشيء وبارك ودابا ما بغاش يدير معايا حتى شي حاجه. انا راني ساكن في الباص ولكن يعني واخا يعني ساكن في الدار يعني شنو هي الصفه اللي ساكن بها؟
هذا هو المشكل، لانه يقدر يقول لك هذاك قد يعترف بهذاك، مع الاسف حتى النيه ديالو هي اللي غادي يعرف الله عز وجل، لانه ممكن يقول لك راه كنت كنتساكد فلوس ووضعتيهم ليا. لا انا كنقول لك شنو يقدر يوقع، ماشي كنقول لك شنو اللي كاين، شنو يقدر يوقع حتى لا قدر الله عز وجل. مثلا هاد صاحبك الله عمرها ضر الضريف وغزال ومؤمن، المبلغ الثاني راه فيرسي محتابي لحسابو. ولا لا اسمعني شنقول لك، هذا هو اللي كاين، لانه حتى قلت لك هذا صاحبك ما غادي نكركش، راه ممكن الا جاو الورثه يقول لك حنا ما كنعرفوكش مثلا، لان انت ما ضامنش حياتك ولا حياته، الا توفيتي انت لا قدر الله قبل منه ولا قبل منك ولا ان شاء الله عز وجل، واذا تدينت بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب العدل بين بعض الفقهاء. وحسن النيه ماشي بهذا الشكل، هذا بحسن النيه ماشي بشكل نمشي نحط سميتو اجي كتب معايا ونعطيك اللي بغيتي، نديروا على الاقل وعد بالبيع، نديروا فيه مبلغ مثلا ديال التسبيق اللي غتوصل به، مثلا نديروا فيه 50 مليون ولا 45 مليون اللي عطيتك، نديروا اجل اللي غادي نكتبوا فيه ويتم هذا قبل ما ندير هذه العمليات كلها، قبل ما نبغي نشري، قبل خصني ندير التحريات ديالي، نمشي للمحافظه العقاريه ناخذ شهاده الملكيه نشوف واش هذا الملك داكشي. كنقول لكم دوزوا على طريق الناس المهنيين حال هاد المسائل هادي، اي نوطير اي محامي اي مستشار اي شخص اللي عنده درايه بسيطه يقول لك اول ما نهضر معك سير جيبي شهاده الملكيه، الا كان شهاده الملكيه ما فيها حتى شي رهن، ما كاين فيها حتى شي قرض، ما فيها حتى شي حاجه، يقول لك توكل على الله. ولكن هو فيها انت تفاجاتي بان فيها قرض ديال البنك اللي باقي فيه 300,000 درهم، 30 مليون، هاد العقار شحال غادي يكون؟ انا ما عارفش القيمه ديال العقار كله، 25 في 20 هي 45 زائد 30 مليون هي 75 اللي خصو يخلص ليه، ولا بغى يكتم معاه يعني، ولا بغى يكتم معاه، لانه ممكن يكون كما قلت في البدايه انه ممكن يقول بانه كنتسالك الفلوس كنت كنتسالهم ليك رديتهم لي وعطيتك الشيك ديالك، او يعني شوف شنو هما الحيه اللي غادي يقول هذا كان داين في الذمه ديالك راه اديتيه ليا، اذا ما كاينش وثيقه بيني وبينك اللي ممكن تثبت العلاقه ديال هاد المبالغ، او يعني لا عنده الشيكات كنظن لا تثبت الاشنو ايه، ولكن علاش عطيتيهم ليا؟ عطيتيهم ليا ايه، الا عطاه الشيك مقابل ايه راه عنده ضمانه ديال هذوك المبالغ، ولكن راه الدار ما كتثبتش انني راه شريتها او انا جالس في الدار راه ديالي، هي ماشي منقول هذا الحيازه سند الملكيه، يقدر يكون عندي بورطابل شادو في الديار راه ديالي، يقدر عند واحد اخر يشدو ديالو ايه، يعني ما عنديش ما يثبت راه ديالي ولا ديالو، صعب جدا الا كان غنثبت بان البطاقه الوسط راه ديالي، لان ملي غندير النمره ديالي غادي تطلع اذا راه ديالي، غنثبت بسواء وسائل معينه. انت جالس في الدار ما عندك حتى شي وثيقه، جالس في الدار كتصلح فيها ومقاده وفرحان بها ايه الله يبارك فيها، ولكن راه ما عندك شي وثيقه كتثبت بان الدار راه ديالك. انا 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 رايي الشخصي الان يعني المسائل القانونيه ما تبقاش تسول عليها الان، هذا الشخص خصك دير ليه خاطرو كما كيقولوا، تجيبوا بلاتي احسن، تجيب معك ناس اللي غيساعدوك باش هذا السيد يعني كما كيقولوا يتقى فيك وجه الله سبحانه وتعالى بهذا المفهوم هذا، لان غيدير لك رزقك الا ما كانش انسان عنده مروءه، غتمشي معاه بلاتي احسن، تقدر تساعده في حيد ديك القرض واخا تخسر في ديك الدار، لانه والله ما احسن كما يقولوا المغاربه اللهم نص خساره ولا خساره كلها، على الاقل داريه بهذه بلاتي احسن الى حين انك تكتم معاه، على الاقل دير معاه وعد بالبيع ودير فيه المبالغ اللي تم الايداع ديالها في الحساب ديالو، على الاقل من بعد ديك الساعه ان شاء الله تعالى تعاود دير معاه ملي تكمل معاه المبالغ المتبقيه، او انك يدي تعطيه المبالغ ويمشي يرفع يجيب لك يعني رفع اليد من المؤسسه البنكيه المقرضة اللي عطيها الكريدي، وديك الساعة تكتم معها البيع النهائي، وهذا الشيء يعني راه بيد الله عز وجل، لأن كما قلت الحياة والموت بين الله عز بين يدي الله عز وجل. نعم. دكتور سعيد شكرا جزيلا لك، ونهاية أسبوع موفقة، ومشكور جزيل الشكر، الموعد متجدد بك بإذن الله يوم الاثنين. ان شاء الله، ونظرا لانه اسئله كثيره جات في السياق، وحتى المتابعين كانوا كثار في هذا السياق، هذا غادي نمددوا في الموضوع بطريقه اخرى وباجراءات قانونيه اخرى بطبيعه الحال معك دكتور سعيد. نعم، وغادي اكيد غادي يستمر النقاش معكم مستمعينا الكرام طيله الاسبوع باذن الله. كنشكر وفاء فايز رفقتنا اليوم في الاخراج، سميها شوف استقبل مكالماتكم، شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه، دمتم في رعايه الله، عشيه طيبه والى اللقاء.